لقيتها ابو دياب. بسم الله عليك. لقيتها شباب. لقيت لك الطريقة اللي بدك تفوت فيها على حارة الضبع بدون ما حدا يشك فيك، ولا حتى هذا نمر الزفت اللي حكيت لي عنه. شلون؟ زبال الحارة. زبال الحارة؟ شلون يعني؟ هذا يا سيدي بحارة الضبع ناطرين زبال جديد، وعنا بالبلدية عينوا لهم زبال، بس لسه ما استلم شغله، لأنه ناطر الحمارة والعرباية تبعه، وأنا بدي أروح لعنده بصفتي برائب بلدية، بقول له يقعد ببيته، وبيصلوا راتبه لعنده كل شهر. وانت رح تاخذ مطرحه ورح تاخذ اسمه كمان، مشان اذا حدا بالحاره شك فيك ونزل يسال عن اسمك يعرف انه نفس الاسم. والله بري عليك يا ابو فيصل، قسما بالله بدك بوسين بين عيونك هيك. هلا ريحت.